أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطية الخاصة والمفتوحة والاحتفالية من قناة الأردن اليوم للذكرى 71 لعيد الاستقلال الأردني. مشاهدينا الكرام، ونحن نحتفل هذا اليوم وهذه الذكرى التي تمثل محطة عز وافتخار لكل الأردنيين عندما استقلوا من أنياب الاستعمار في عام 1946. مشاهدينا الكرام، بالأمس كان هنالك كلمة لجلالة الملك عبد الله الثاني لكل الأردنيين بخصوص هذه المناسبة، عندما أكد على أن الاستقلال يجب أن يبقى مستمرا بالمزيد من التقدم والازدهار والتطوير. وهنا تحدث عن دور الشباب، دور الشباب الريادي في النهوض في مستقبل الأردن والنهوض بمؤسسات الوطن وبدولة القانون. عندما نتحدث مشاهدينا الكرام عن الاستقلال، فنحن نتحدث عن دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة ديمقراطية. إذن كيف يمكن أن نرتقي بهذه الدولة للمزيد من التطوير وللمزيد من الاستقرار؟ أيضا مشاهدينا الكرام، عندما نتحدث عن الاستقلال فنحن نتحدث عن القوات المسلحة الأردنية، فنحن نتحدث عن القوات المسلحة كما قلت، وهذه القوات التي لها الدور البارز في حماية حدود الأردن وحماية حدود الوطن من أتون الأعداء الذين يحاولون المس بالوطن في ظل المحيط الملتهب. أيضا مشاهدينا الكرام، كيف يمكن أن يستمر الأردن باستقلاله واستقراره في ظل المحيط الملتهب وفي ظل الأعباء الاقتصادية والأعباء السياسية المتراكمة؟ مشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث عن عيد الاستقلال مستمرون معكم في التغطية ومستمرون معكم في استقبال العديد من الضيوف للحديث حول هذه النقطة. معنا اليوم معالي الوزير نايف حميدي الفايز لينضم لنا ويتحدث لنا حول عيد الاستقلال. أهلا وسهلا بكم معاليك. بداية كل عام وانتم بخير، كل عام وجلالة الملك جلالة سيدنا بألف خير، وكل عام والشعب الأردني بألف خير، وكل عام وقواتنا المسلحة بألف خير. هذا اليوم يوم عزيز علينا جميعا، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأشكركم خير. أيضا على هذه التغطية التي تستحقه هذا أو يستحقه هذا الوطن الغالي في مثل هذا اليوم. معليك، أهلا وسهلا بك. يعني ونحن نتحدث الآن عن الاستقلال، بكل تأكيد لديك كلمة تريد أن توجهها للأردن قيادة وشعبا بهذه المناسبة، تفضل. يا سيدي، يعني لا أستطيع إلا أن أقول أنه هذا يوم مبارك، يوم مبارك علينا جميعا، يوم مبارك نحتفل به جميعا قيادة وشعبا وجندا لاستقلال وطننا الغالي، واستقلاله من أيدي الاستعمار في ذاك الوقت، واستمراره في الاستقلال، لأنه الاستقلال لم يقتصر في تاريخ 1946، ولكن استمر حتى هذا التاريخ، وسيستمر إن شاء الله في العطاء والمزيد من العطاء. وأنت كانت هناك مقدمة جيدة من حضرتك في تغطية ما قاله جلالة الملك بأن العطاء المستمر والشباب المعطاء هو مستقبل هذا الوطن، وهو استقلال هذا الوطن. والحمد لله خلال السنوات السابقة أثبت الأردن قيادة وشعبا وقوفه بوجه كل التحديات واستمراره في العطاء. نعم، هناك تحديات لا نزال نواجهها من حيث الاقتصاد، ولكن أثبتنا للعالم جميعا بأننا بلد الاستقرار والأمان والسلام التي يتغنى بها ليس فقط الأردنيين، ولكن يتغنى بها المنطقة ويتغنى بها العالم كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والمحيط. دكتور نايف، أود أن أسألك، يعني أمس غرد جلالة الملك عبد الله الثاني تغريدة مهمة جدا في مضامينها عبر تويتر في حسابه الشخصي، وعبر على أمور ومبادئ موضوع المبادرة والريادة والإبداع والتركيز على فئة الشباب. كيف تقرأ هذه المعطيات ومضمون الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للشعب الأردني؟ هي من خلال التويتر كانت رسالة قصيرة ولكن في المعاني كبيرة. نعم. ومعانيها إذا دققنا فيها كانت رسالة واضحة بأن الاستقلال ليس فقط الاحتفال ورفع الأعلام، وهو جزء هام. نعم. من احتفاليتنا وتعبير عن فرحتنا، ولكن هو العطاء، والعطاء يأتي أيضا ليس فقط من كبار السن والذين أنجزوا، ولكن في الشباب الذين هم مستقبل هذا الوطن، وهم النموذج الذي لابد أن يحتذى به لغيرهم، ويكون هم رافعين اقتصاد هذا الوطن. العطاء عندما قال جلالة سيدنا ارفع رأسك فأنت أردني، هناك رسالة
ليس فقط أقول أني أردني وأفتخر في أني أردني، لابد أن تكون هناك عوامل كثيرة تدعم هذه الرسالة التي أقول بها. فعندما أقول أنا أردني أقول الإنجاز الاقتصادي، الإنجاز العمراني، الإنجاز الطبي، الإنجاز التعليمي، الإنجاز السياحي، الإنجاز الاقتصادي الذي أنجزناه في السنوات السابقة ونستمر في إنجازه والعطاء خلال السنوات القادمة. عندما قال جلالة سيدنا التركيز على الشباب فهي رسالة واضحة، نبتعد عن موضوع أنا أريد وظيفة، لأنه بطبيعة الحال الدولة لا تستطيع أن توظف كل تعزيز المبادرات وأن تكون ريادية ومدعومة وتكون أيضا وتكون الريادة والمبادرة من الشباب، فهم أصحاب الفكر الجديد. تغير العالم، يعني خلال العشر سنوات السابقة كانت هناك منظومة اقتصادية محددة، كان هناك تقنية محددة، اليوم يتكلم الشباب بلغة تختلف كليا عما كان يتكلم عنه قبل عشر سنوات. وهذا ما تفضل به جلالة سيدنا بأن التركيز على الشباب والرياضة الريادة والعطاء والنموذج الذي نريده للأردن المستقبل. معليك اسمح لي زميلتي، لكن سينضم إلينا الآن عبر الهاتف معالي السفير في سفير الأردن في جنوب إفريقيا مشاهدينا الكرام سعادة إبراهيم العواودي. سعادة السفير أهلا وسهلا بك. أهلا يا مرحبا، أهلا بك يا أخي العزيز. أهلا بك، يعطيك العافية سعادتك. يعني ونحن نتحدث اليوم عن هذه الذكرى الاحتفالية والمهمة والتي تمثل محطة عز وافتخار لكل أردنيين، بكل تأكيد لديك كلمة تود أن توجهها للأردن قيادة وشعبا بهذه المناسبة، تفضل. بارك الله فيك، أشكرك أولا على هذه الاستضافة الطيبة من خلال شاشة الأردن اليوم. يسعدني أن أطل بصوتي عبر شاشتكم لأحيي وأمسي الوطن الجميل الكبير، الوطن الصغير بحجمه الكبير بهمته وعزيمته وفكره ومواقفه، الكبير بشعبه والكبير بقيادته الهاشمية الحكيمة. أرفع من خلال شاشتكم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة حفظه الله أجمل التهاني والتبريك بهذه المناسبة الذكرى 71 لاستقلال مملكتنا الحبيبة، وأحيي من خلالكم كل مواطنينا الأحبة أفراد هذا الشعب العزيز الأبي النشمي وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الذين يحمون هذا الحمى الأبي وترابه الطاهر ويسهرون على أمنه. الأردن كما قلت هو صغير بحجمه ولكنه كبير بهمته وعزيمته وكبير بقيادته المتمثلة بجلالة الملك المعظم الذي يحمل الهم العربي ويرفع الصوت الصادق والحكيم في كل المنابر الدولية دفاعا عن هذه الأمة. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلدنا أمنه واستقراره وازدهاره. سعادة السفير إبراهيم نحب ننوه، سعادة السفير نحب ننوه معنا الدكتور نايف الفايز، معالي الدكتور نايف الفايز في الاستوديو في اليوم المفتوح لتغطية عيد الاستقلال 71. وأود أسأل سعادتك وأنت سفيرنا الأردني في جنوب إفريقيا، كيف يقرأ العالم في جنوب العالم من الكرة الأرضية والنظرة إلى الأردن قيادة وشعبا؟ يا سيدتي اسمحي لي أولا أن أحيي معالي الأخ العزيز نايف بيك الفايز وزير السياحة السابق الذي له بصمة في مجال ترويج الأردن سياحيا والمساهمة في رفع اسم وصورة الأردن الإيجابية في كل بقاع العالم. قبل أن آتي إلى جنوب أفريقيا مهمتي الأخيرة كانت في تشيلي في غرب الكرة الأرضية، وتعاملت وتعاطيت هناك مع الأصدقاء والمسؤولين من مختلف دول أمريكا الجنوبية التي كنت أمثل المملكة فيها كسفير مقيم وغير مقيم. وأستطيع أن أقول لك بكل صدق إن الانطباع الذي يسكن قلوب الناس الذين تعاملت معهم عن الأردن هو انطباع في غاية الإيجابية. هنالك صورة مزهرة مشرقة دائما عن الأردن بحكم أنه بلد ذو سياسة معتدلة، ذو سياسة تبحث عن السلام، تبحث عن تعزيز المحبة والعلاقات الإنسانية بين جميع البشر. بلد رغم حجمه الصغير وموارده المحدودة إلا أنه ذو بصمة في المنطقة وفي العالم، سواء من خلال العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
أو من خلال تعزيز الأمن والسلام على المستوى الدولي بجهوده ومواقفه وتبنيه للمبادرات الإيجابية، من سواء من خلال مبادرات وطنية مهمة كرسالة عمان وحوارات الأديان والثقافات، أو من خلال مشاركة جنوده وأجهزته الأمنية الباسلة في قوات حفظ السلام الدولية من خلال الأمم المتحدة. كل ذلك يجعل في سعادة السفير سفيرنا سعادة السفير إبراهيم العواودة في جنوب إفريقيا، نود أن نسألك أيضا يعني رسائل اطمئنان عن الجالية الأردنية وعن الجالية الأردنية، وكيف طبيعة التواصل والتفاعل، وكيف الاحتفالات اليوم بعيد الاستقلال 71؟ نعم والله يا ستي، نحن على تواصل الحمد لله مع جاليتنا. صحيح عندنا جالية صغيرة هنا في جنوب أفريقيا، إلا أنها تضم عددا من الأردنيين والأردنيات النشامة الإيجابيين الفاعلين الناشطين الذين كل واحد منهم بالواقع عنصر إيجابي في بيئته وفي مجتمعه، وجميعهم في غاية الفرح في هذا اليوم، وهناك تواصل بيننا وبينهم، والعديد منهم اتصلوا بالبعثة أو بالسفارة لتقديم التهنئة ورفع التهاني من خلال السفارة لجلالة سعادة الملك السفير إبراهيم العواودة الحبيب. سفيرنا الأردني في جنوب إفريقيا، شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنتم بألف خير. وإذا سمحتوني أنا كمان أود أن أنقل تحياتي وتقديري لسعادة السفير اللي كان له أيضا البصمة الواضحة في تشيلي، وأيضا اليوم في جنوب إفريقيا، ونتمنى له التوفيق ولكل الجالية الأردنية ولكل المغتربين الأردنيين في خارج الوطن الأغالي. اليوم نقول لهم كل عام وهم بألف خير إن شاء الله. معالي الوزير، ونحن شاكرين لسعادة السفير إبراهيم العواودي على هذه المشاركة. أود أن أسألك، وهو تحدث عن نقطة في غاية الأهمية صدقا، وهي قضية أن الأردن بالرغم من قلة الإمكانيات وقلة الموارد إلا أنه لديه ثقل وبصمة قوية هنا في المنطقة بحكم موقعه والدور الريادي لجلالة الملك في المنطقة. كيف تقرأ هذه النقطة بالتحديد؟ سيدي خلينا نكون واقعيين، الأردن مثل ما تفضل الأخوة سابقا بأن حجمه صغير، ولكنه أثره وموقعه كبير على مستوى العالم وتأثيره واضح، وهذا له دور كبير بالقيادة الأردنية، القيادة الهاشمية جلالة الملك، الذي يلعب دور فعال في قضايا المنطقة وأصبحت قضايا أيضا على مستوى العالم. نتكلم عن الإسلام السمح، الإسلام المعتدل الذي حمل رسالته جلالة الملك ليس فقط إلى المنطقة ولكن خارج المنطقة بهذا الوقت الحساس الذي هناك هجمة كبيرة على الإسلام وعلى العرب بشكل عام، وكانت هناك توضيح لصورة الإسلام الحقيقي وموقفنا نحن المسلمين من التطرف الذي نشهده على مستوى العالم. بنفس الوقت القضية الفلسطينية استطاع جلالة الملك بأن يعيد أو يبقي على القضية الفلسطينية في محورها الرئيسي وتكون دائما في الحوارات الدولية، التي للأسف خلال السنوات السابقة كان لها إذا لم تنسى كانت تكون في المرتبة الثالثة أو العاشرة في بعض الأوقات في بعض الحوارات الدولية. معليك اسمح لي على تعقيب على نقطة قضية فلسطين. جلالة الملك في كل المنابر وفي كل الحوارات وفي كل اللقاءات وفي كل المؤتمرات يتحدث دائما عن القضية الفلسطينية. نحن هنا في الأردن وبحكم الموقع وبحكم التلاحم الأخوي مع الشعب الفلسطيني وصلة القرابة وصلة النسابة التي أصبحت مع مرور الزمن، كيف ترى نقطة أن استقلال الأردن فعلا لا يكتمل إلا بحل القضية الفلسطينية، كونها يعني قضية تلاحمية متماسكة مع القضية الأردنية أو مع الأردن؟ نحن في الأردن نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا أولا قبل أن تكون قضية العرب، ولهذا السبب ترى بأنها دائما على أول القائمة في حديث جلالة الملك في كل المنابر. ونفس الوقت حتى المسؤولين وحتى المواطن الأردني دائما يتكلم، هل كان هو من أصول شرق أردنية أو من أصول فلسطينية، يتكلم عن قضية فلسطينية لأنها قضيته وتعنيه. مثل ما قلت لم يعد هناك فرق ما بين الأردن والفلسطينيين، نتكلم بلغة واحدة، نتكلم بحب واحد، وهي أنا قمت بزيارة
زيارة فلسطين عدة مرات مندوبا عن جلالة الملك، وبالتحديد في أعياد المجيدة لنبارك لإخوان المسيحيين في فلسطين، وكانت هناك ترحيب واضح وشيق من أهلنا وإخواننا في فلسطين لي شخصيا كوزير ولي شخصيا كأردني. بقول لك يعني احنا نرحب فيك ممثل لجلالة الملك ومرحب فيك كوزير، ولكن مرحب فيك أنت أيضا كأردني، لا فرق بيننا وبين الأخوة الفلسطينيين. فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا، قضية كل أردني مخلص، كل أردني يؤمن باستقلاله، يؤمن بأن استقلال فلسطين هو جزء من استقلاله. نسعى دائما لاستقلال فلسطين، نسعى دائما لعودة القدس لنا للمسلمين، وتكون السيادة الفلسطينية على ترابه وعلى القدس الشرقية، لتكون منبر آخر نعتز به من خلال هذه المنطقة التي خلنا نحكي انتهكتها الصراعات والخلافات في المنطقة، وأساس الصراعات والخلافات دائما تعود للقضية الفلسطينية. أنا أؤمن تماما بأن إذا كان هناك حل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك مبرر لأي شخص بأن يكون هناك تطرف. دائما يستخدم القضية الفلسطينية للأسف للتطرف، وفلسطين وأهل فلسطين بعيدين كل البعد عن التطرف. طيب معاليك، جلالة الملك تحدث أمس عن موضوع الاستقلال حالة مستمرة، صحيح. كيف يمكن أن ينعكس ذلك؟ وفي آخر مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي كان في البحر الميت كان عنوانه تمكين الأجيال نحو المستقبل، كيف ممكن أن ينعكس ذلك على أجيالنا الأردنية؟ يعني إحنا نطلع أول شيء على نسبة الشباب في الأردن، وهي النسبة الأعلى في التعداد السكاني، فهم المستقبل. فإذا لم يكن هناك تحديدا تركيز على هذا الجيل، جيل المستقبل الذين سيرفعوا الوطن ويستمروا في بناء الوطن. الاستقلال نعم من 71 عام، ولكن 71 عام من العطاء ومزيد من العطاء والبناء. ونرى الأردن، أنا أتحدث إلى والدي في العديد من المناسبات ويبلغني دائما بأنه يتذكر الأردن، يتذكر عمان، ويتذكر المناطق وكيف كانت وأين وصلنا إليها اليوم. وأنا أتذكر كطفل في هذه المنطقة في هذا الحي، نحن كنا نسكن بالقرب من هذا الحي، كانت عمان تنتهي في الدوار الرابع خلاص ما في. اليوم تطلعي على العمران والازدهار والتطور والإنجاز اللي تم، هذا لم يأتي من فراغ، أتى من خلال العطاء، ونحتاج إلى المزيد من العطاء من خلال الشباب. نعم عليك. قلنا بأن المبادرة من خلال الشباب والريادة من خلال الفكر الجديد الذي يطرحه الشباب لابد أن يكون مدعوم من الجهات العديدة، ولنستطيع التغلب على التحدي أكيد. الاقتصادي اللي نواجهه اليوم طبعاً. لابد من أن يكون للشباب الدور الرئيس والفعال في النهوض في اقتصادنا من خلال تمكينهم لإنجاز شيء جديد ينعكس على استقلال الأردن واستمرار في التمكين والإنجاز من خلال التوعية والتدريب، ونشتغل عليهم أكثر من أهم الأمور والمعايير اللي ممكن أنه نوصل لتمكين حقيقي مستقبلا. الدكتور نايف الفايز معاليك، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. خلينا نستمع لكلمة من سفير المغربي في الأردن.